السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكدت لجنة تجار البحرين الآسيويين في غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية إنشاء ملحق تجاري مقيم للهند في المملكة لدعم وتوجيه المستثمرين وأصحاب الأعمال المحليين على دخول الأسواق الهندية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء لجنة التجار الآسيويين وسفير جمهورية الهند لدى المملكة لبحث وتعزيز كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية المشتركة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشاد السفير الهندي بعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية لخلق شراكات تجارية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الهنود. أقفل مؤشر البحرين يوم أمس بارتفاع وقدره 3.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,316,658 سهما بقيمة إجمالية قدرها 196,108 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 29 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبته 7.53% من القيمة الإجمالية للأسهم.